يعني لماذا نشيطن الناخب الوطني ولماذا نقدسه؟ لماذا لا نكون أمة وسطة؟ لماذا لا نتحدث عنه بخير في الفترة التي أهدى لنا فيها كأس أمم إفريقيا ووصل إلى 35 مباراة ونقول شكرا وكنت مدربا رائعا ويعطيك الصحة وبارك الله فيك، والآن نقول بأنك فشلت في هذه التحديات والفاف اختارت أن تفك العقد معك؟ عليك أيضا أن تعتذر للجماهير الجزائرية التي ساندتك في وقت مضى وأن تحمل حقائبك وترحل في هدوء وتترك أثرا طيبا. يعني لا أدري يا عمار لماذا لا نكون أمة وسطة، والآن لما تأتي إلى الوسطية وتتحدث بهذه الطريقة لا الراضون عن بالماضي يقولون لك يعطيك الصحة معك حق، ولا الذين يعني يسيئون لجمال بالماضي سيرضون عنه، يعني ستصبح منبوذا من الطرفين. الجماعة هذه تقول لك لا أنت راك مع الجماعة هذه، والجماعة هذه تقول لك لا أنت راك مع الجماعة. لا، نحن مع المنتخب الوطني الجزائري ومع مصلحة المنتخب الوطني الجزائري، والمنتخب لا يزول بزوال الرجال. يذهب بالماضي ويأتي مدرب آخر، ويذهب ذاك المدرب ويأتي بعده مدرب آخر، ومثلما ذهب باللومي وماجار وجاء تزيري وتصفاوت وصايب، وذهب وجاء إبراهيمي وعنتر يحيى وسليماني ومحرز، سيذهبون في يوم من الأيام وسيأتي غيرهم، والجزائر بلد كبير وبلد عظيم، والكرة الجزائرية ليست عاقرة وستبقى تنجب الكثير من اللاعبين الجزائريين. يا جماعة والله يعني أترجاكم قليل من التعقل، قليل من الروية في معالجة الأحداث، وفي الأخير وفي الأول هي مجرد لعبة، هي مجرد كرة قدم. صحيح أننا نعشقها، صحيح أننا نحبها، صحيح أننا نقدس المنتخب الوطني كمنتخب، ولكن لا يجب تقديس الأشخاص، ولا يجب أيضا شيطنة الأشخاص وإنكار إنجازاتهم. علينا أن نتحلى بنوع من الروح الرياضية، وإن شاء الله المنتخب الوطني سيكون أفضل، وإن شاء الله الناخب الوطني السابق جمال بالماضي سيجد فريقا أو سيجد منتخبا وسيخوض إن شاء الله تجربة أفضل، ونتمنى له النجاح في تجاربه القادمة، كما نتمنى النجاح للمنتخب الوطني الجزائري. وفي الأخير نبقى كلنا جزائريون، ولا أحد يستطيع أن يزايد على الطرف الآخر، ولا أحد يستطيع أن يدعي حب الوطن أو حب المنتخب أكثر من غيره. كلنا نمتلك تلك البطاقة الخضراء، وكلنا أحفاد شهداء، وكلنا نحب المنتخب ونحب هذه الأرض الطيبة، فكفانا من هذه المزايدات. اسمح لي ميدو، تفضل قطعتك. نعم. قلت محاضرة. نعم هذه محاضرة، أنا قبل ما خليتناش نحاضر. كل حال ما قلته هو حقيقة. نتمنى الناس برك تعرف بلي الناس عندها عائلات وعندها أولاد وعندها، لأنه لحقنا لواحد الدرجة حتى بالمساس بشخصية البعض ولا الحديث عنهم في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه هي كان شيئا في العالم. شوف الجزائر وسائل التواصل الاجتماعي ساوت بين المثقف والجاهل وبين الغبي والفطن، وكما سلاح ساوى بين الخواف بين الجبان والشجاع. والشجاع هذه هي الله غالب. احنا في الجزائر نومو ينحيو لي ريزو سوسيو باسكو نعرفوش نستعملوهم. والله ولا تروح تجيب شهاده الاهليه العقليه. لماذا لا نكون امه منصفه؟ لماذا لا نكون امه وسط؟ تتحدث عن الايجابيه تتحدث عن السلبيه. انا لو كان زعما جا عندي بوفوار باش دير كونت في ريزو سوسيو في الجزائر لازم تروح تجيب شهاده الاهليه العقليه وشهاده المستوى الدراسي. ولا ماشي اكسيسيبل لطول الموند. المهم نعود للناخب الوطني. بشأن الناخب الوطني كان من المفروض في الأول الاتحاد الجزائري أن يعلن عن الناخب الوطني يوم 15 يعني يوم أمس. ظروف هذه مفاوضات تحدثنا لما كنا من الجانب الآخر في حصة في قلب الكان بأن المفاوضات ممكن أنها تنتهي قبل 15 وممكن أنها تروح ما بعد 15. مشات ما بعد 15. الشيء المعلومة اللي عندي أن المفاوضات مع البرتغالي بيسيرو متقدمة ومتقدمة جدا. بيسيرو يبدو الأقرب الآن. نعم هنا الآن هناك اسمين بيسيرو وبيتكوفيتش. لكن أين اختفى كيروش؟ كيروش بما بنشابه ومن يملك المعلومة حول كيروش نفضل نبقى نفضل نبقى في بيسيرو لأنني أملك المعلومة بعض من المعلومات حوله. أون بول بوزيسيون ناخب رئيس الاتحاد الجزائري تحدث مرتين لحد الآن مع وكيل أعمال المدرب بيسيرو اللي هو تونسي.
تحدث معه مرتين، حتى رئيس لجنة رئيس لجنة اختيار الناخب الوطني كان تحدث أعتقد أمس أول أمس مع وكيل أعمال المدرب بيسيرو. في نيجيريا يريدون الاحتفاظ به، راتبه في نيجيريا 75 ألف أورو في السنة، وصل نهائي كأس أمم أفريقيا، لكن اليوم لو ستاتيو إلى يجيك في الشهر إلى يجيك سي با الميم ستاتيو. اليوم راه عنده لو ستاتيو تاع نائب بطل إفريقيا، يعني حتى القيمة المالية راح تكون أكثر. في عرض الاتحاد المالي متوقف في 120 ألف، ما يريده المدرب ووكيل أعماله هو 150 ألف، يعني راح تكون مفاوضات على الجانب المالي. بقي فقط الشق اللي يتعلق بالطاقم الفني، من سيكون مع بيسيرو في الطاقم الفني؟ كاين بعض الأطراف، ومن هنا نتمنى وإن شاء الله هذه الأطراف تركح شوية لأنها تعمل بالشرعية الثورية في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وتريد فرض بعض الأسماء مثلا كمساعدين لي. ما نقدرش نعطيك اسماء باسكو جو با توشي جو توش با او نون فامي دي جون. انا نختارم عطيني الاسماء، لا عطيني الاسماء المرشحه باش تكون في الطاقم الفني. مقترحه فيه كريم طمور، فيه كريم زياني، فيه ايضا بلال زيري، ايضا من بين المرشحين بلال زيري مرشح. نعم حسب ما اعرفه لحد الان، تحدثت لك من جانب بيسيرو، لكن نعم. لو لا ياتي بيسيرو الجانب الاخر لا نعلم، الاتحادية الجزائرية هي من ستقرر، لكن أعتقد بأنه كريم زياني متحمس جدا لهذا الدور، وهو متحمس أيضا لقيادة. لو لا يحصل على فرصة ليكون في الطاقم الفني للمنتخب الوطني، هو متحمس جدا لقيادة إحدى المنتخبات الشابة في المنتخب الجزائري. الرجل يملك دبلوم يافا و سي لون دي زيكون لون دي ليجون دو ليكيب ناسيونال. متحمس اكثر للفئات الشبانيه. نعم، قدم مسيرته الذاتيه من اجل قدم ترشحه من اجل ان يكون في سبق له العمل في شانه. كان خدم معايا بيرسونالمون في شبيبه القبائل ماش فتره طويله. كريم الى فريمون في داتخ في اون دي سيليكسيون جان ولا في لم يعمل في التدريب معك، كان مانجر جينيرال ولا في المنتخب الاول كمساعد. يعني باختصار تريد ان تقول بانه بيسيرو هو الاقرب؟ انا المعلومات التي املكها بانه بيسيرو اون بول بوزيسيون باش يكون هو المدرب القادم للمنتخب الوطني لوقت يداهمنا ضد فيفا تاع سبتمبر تاع مارس قربت، يعني قريبه جدا. لذلك خليني نقول لك ممكن انه في بحر هذا الاسبوع القادم سيكون هنالك الاعلان عن اسم المدرب الوطني عمر الجديد. ما هي المعلومات التي بحضرتك؟ بالضبط تقريبا نفس المعلومات، فقط انا شخصيا كنت احبذ اكثر كارلوس كيروش لعده اسباب كنا تكلمنا في السابق في قلب الكان. مثلا انا طريقه تسيره في مصر عجبتني لما تم الاعتماد على وائل جمعه، محمود شوقي، يعني طاقم موسع. ولكن كارلوس كيروش خلو بشبي راح يتكلم اكثر حول حادثه كارلوس كيروش، لانه للاسف تقريبا الورقه تاعو لم تعد سقطت في الماء. نولي فقط البيسيرو، انا نظن كل شيء كما قلت مرتبط بمفاوضات مع الاتحاد النيجيري، رغم ان الان كنا نتكلم على قائمه قصيره، الان نتكلم على اسمين فقط، نتكلم على بيسيرو على بيتكوفيتش. بيتكوفيتش كل واحد وجهة نظره، أنا نظن أن بيتكوفيتش أكيد نجح مع سويسرا، ولكن نجاحه مع الجزائر يعني غير مضمون لا، ولكن لما نشوفه نسب لما نشوف أنا آخر تجربة له مع بوردو بقات يعني بالنسبة لي ما نجحش فيها، نقطة سوداء في مشواره. فيما خص تاريخ الإعلان، في حديث على 21 فيفري على هامش المكتب الفيدرالي، هذا التاريخ ممكن الأقرب لما نتكلموا الآن عن بعد 5 أيام. نظن حان الوقت 21 فيفري ممكن جدا راح يتم اعلان اسم الناخب الوطني.